مزداد في 1997 ولكنه سيلعب مقابلة المدينة المحمدية والأمر يتعلق بالمهدي النقاد من جمعية البلدي المحمدية. ونشجع المهدي النقاذ في هذه المقابلة في وزن أقل من 74 كيلوغرام، بطل أبطال شبان، خاصة البطل بن جوة زهير المزداد سنة 1997، صغير السن ولكن يتميز بتقنيات عالية في مواجهة المهدي النقاذ من جمع والمهدي النقاذ. استعداد أسامة موسيبا وسعيد الهوان لاس فيغاس وأنطار سلام. الجولة الأولى بين بتشوى زهير والمهدي النقاذ. استعداد أسامة بوسيبا وسعيد هو لاس فيغاس وأنطار سلام وخطابي طه. وزن أقل من 74 كيلوغرام بتشوى والنقاذ زهير والمهدي. Peace.
أو الثالثة. الجولة الأخيرة والحاسمة. دمتوا زهير محمدية. خروج المساعدين لانطلاق الجولة الأخيرة والحاسمة في وزن أقل من 74 كيلوغرام. ونهاية المقابلة. المقابلة التي دارت بين بنتو وزهير جمعية الملك عين السبع والمهدي النقاز في وزن أقل من 74 على الفائز. جاءت اللحظة لنعلن عن الفائز بالمقابلة التي دارت في وزن أقل من 74 كيلوغرام وسجل اسمه في لائحة الأبطال الفائزين في ليلة المحاربين. ويتعلق الأمر بجمعية النادي الملكي صاحب الرواق الأزرق بنتو وزهير. هنيئا لهذا البطل الشاب بطل جمعية النادي الملكي تحت للأستاذ الكبير خالد عزيز. مبروك على جمعية النادي الملكي عين السبع. ويقدم الجائزة كاتب العام لجمعية النادي الملكي عين السبع استراجي عبد الكبير فليتعرف مشكورا. هنيئا وألف ألف مبروك للبطل بنتو وزهير على هذا الإنجاز الرائع. سجل اسمه في لائحة الأبطال المتوجين في ليلة المحاربين واحتفظ بلقبه داخل مقاطعة وعمالة العنسبة.